الطالب وفاء خالد سعيد فارس، الأولى على الوطن بمعدل 99.7 بالفرع العلمي من محافظة غرب غزة مدرسة أحمد شوقي. لحظة سماع اسمي يعني كانت فرحة لا توصف وشعور لا يوصف يعني. نشكر الجامعة الإسلامية على هاي الزيارة الحلوة واللفتة الجميلة منهم، يدل على اهتمامهم بطلبتهم. أنا الطالبة صفاء طلال محمد خلف من مدرسة دلال المغرى بشرق غزة، حاصل على معدل 99.9 في الفرع الشرعي الأولى على الوطن. أول ما طلعت النتيجة طلعت في أمي، لأنه هي الوحيدة، أمي وأبوي هم الوحيدين اللي كانوا مأمنين أني بقدر أجيب هذا المعدل. الحمد لله قدرت أرفع رأس أمي وأبوي وأجيب هذا المعدل اللي فرحهم. أنا الطالب آية أسامة يوسف إسماعيل من الفرع العلمي، حاصل على معدل 99.7، الأول مكرر على مستوى الوطن. بعد تلقي خبر النتيجة يعني والله رحت حضنت أمي أكثر، يعني حدا ساعدني. أنا سعيدة يعني بحضور طاقم من الجامعة الإسلامية لتهنئتي في النتيجة، وإن شاء الله يعني أنا سأسعد في حضور الجامعة الإسلامية.